السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم حل مضمون وبطريقه جديده لمشكله تسجيل وتفعيل الواتساب بالرقم اي رقم. طبعا في مشاكل في الفتره الاخيره ظهرت في الواتساب، لما راح بعطيكم المشكله راح بوضح لكم المشكله وراح نحلها بطريقه جديده عن طريق كيو ار. اول شيء الناس تشوفون هذا الواتساب، شوفوا لاحظوا لما اسجل دخول احط الرقم الخاص بي، مثلا الرقم 9. اوكي، بعد ما حطيت الرقم مثل ما تشوفون اوكي اضغط على التالي. لاحظوا شوفوا المشكله وين. اوكي لما اضغط على نعم راح تظهر لي بهذا الشكل، ما توصل كود، في مشكله اخر. شوفوا لاحظوا المشكله الاخر، لو اضغط على اتصال شوفوا شو يصير. شوفوا لابد من استخدام تطبيق واتساب الرسمي لتسجيل دخول، مع اني مستخدم الواتساب الرسمي وتظهر لي هذا المشكلة. كيف تحل هذا المشكلة؟ بطريقة جدا بسيط وسهل. اول شيء تحتاج هاتف ثاني فيها واتساب. اوكي، مثل ما تشوف فيها واتساب مثبت، واتساب برقم ثاني، برقم اي رقم، يعني خذ موبايل صديقك في واتساب، موبايل اخوك في واتساب، ما في فرق. اوكي، افتح الواتساب الخاص بصديقك او اي شخص. اوكي، الحين اضغط على هذا الثلاث نقاط، اضغط على اعدادات. الحين كل ما عليك انك تضغط على هذا السهم. الحين اضغط على اضافه حساب. بعد ما تضغط على اضافه حساب اضغط على موافق والمتابعة، حط الرقم هني. اوكي، راح نحط الرقم اللي اعطانا محظور هني او اعطانا المشكلة هذا. حط الرقم اللي حطته هني في الهاتف الثاني. اوكي، راح بحط الرقم وبرجع لكم. اوكي، بعد ما حطيت الرقم اضغط على التالي. اوكي، الحين اضغط على المتابعة. اوكي، اضغط على التخطي. اوكي، راح يعني تحط الرمز بالطريقه العاديه تفعل الرقم. اوكي، اللي كان في مشكله. اوكي، راح اكتب اي اسم، اضغط على التالي. الحين اضغط على التخطي. اوكي، مثل ما تشوفون هذا هو الواتساب تم فتحه، اما في هذا الهاتف اعطانا محظور. كيف الحين تحل مشكله الحظر في هذا الجهاز؟ الطريقه جدا سهل، كل ما عليك طبعا الحين الناس ما تشوفون، اذا تروح لهذا الثلاث نقاط تضغط على اعدادات. الحين اذا تضغط على هذا الزر عندك اثنين واتساب، لاحظوا الواتساب اللي مال اخوك، يعني واتساب الرسمي الموجود الاساسي اللي موجود في الجهاز اخوك او ابوك اللي شليته، وايضا انت ضفت الرقم المحظور اللي موجود هنا. اوكي، الحين كيف ننقل هذا الواتساب اللي هنا لهذا الجهاز اللي اعطانا حظ؟ الطريقه جدا سهل، راح تختار الحساب مثل ما شفت، تختار الرقم المحظور على هذا الجهاز. الحين اضغط على، الحين كل ما عليك انك ترجع خطوة للخلف لهذا الجهاز، تفتح الواتساب مرة ثانية، راح بيعطيك بهذا الشكل، اضغط على موافقة ومتابعة. اوكي، الحين اضغط على هذا الثلاث نقاط، اضغط على ربط جهاز كمصاحب. شوفوا لاحظوا ربط جهاز كجهاز مصاحب. اوكي، الحين هني يعطيك، راح بيعطيك كود، لاحظوا لسه ما ظهر لك الكود. اوكي، شو كل ما عليك انك توجه ترجع هني خطوه للخلف، هني تضغط على علامه هذا الثلاث نقاط، اضغط على الاجهزه المرتبطه. اوكي، الحين اضغط على ربط جهاز. اوكي، اذا كان في باسورد. اوكي، الحين بعد ما تفتح اضغط على موافق. الحين صور الكيو ار، حط على الكيو ار. خلاص، الحين راح يفتح الواتساب بنجاح. شوفوا راح يفتح الواتساب على هذا الجهاز بنجاح. شوفوا انتظر ثواني، راح يتم حل المشكله تسجيل دخول الى الواتساب بطريقه جديده وحصريه. بوم.
شوفوا لاحظ جاري احتمال التطبيق. اوكي مثل ما تشوفون جاري التحية خلاص تم فتح الواتساب بنجاح. شوفوا هذا نفس الواتساب اللي اعطانا حظر تم فتحه بهذه الطريقة، تم تثبيت الواتساب. اوكي طبعا الحين كل ما عليك انك تروح للجهاز الثاني. الحين عن الواتساب، هذا الواتساب واحد مثبت على الجهازين. الحين روح الجهاز اخوك، الجهاز اخوك او ابوك او اي شخص اللي سجلت الرقم المحظور في هذا الجهاز، تروح للاعدادات، تروح للاعدادات. الحين بعد ما تضغط على ثلاث نقاط تضغط على الاعدادات، الحين تضغط على الحساب. بعد ما تضغط على الحساب اضغط على إزالة الحساب أو حذف الحساب. راح اضغط على إزالة الحساب، اضغط على إزالة الحساب مرة ثانية، اضغط على إزالة الحساب. خلاص انتظر ثواني، خلاص يتم حظر الواتساب من هذا الجهاز، وبالتالي خلاص الحين الواتساب موجود في هذا الجهاز. الحين إذا تروح تتأكد، تروح إذا تروح للإعدادات، إذا تضغط على هذا الخيار ما في حسابك، اللي هذا الحساب مش موجود هنا، تم حذفه بس موجود في هذا الجهاز، وبالتالي تم تثبيت بنجاح. أوكي الحين حتى نتأكد نروح مثلا نرسل رسالة، مثلا نرسل رسالة نتأكد مش هذا. خلاص ناس نشوفون وصل الرسالة، شوفوا لاحظوا راح أرسل مرة ثانية، راح أرسل شيء مرة ثانية لاحظوا وصل. بهذه الطريقة تم تثبيت الواتساب، بم، طريقة جديدة لتثبيت لحل هذاك المشكلة اللي ظهر لنا، حظر رقمك الواتساب في الجهاز. تم حل المشكلة بطريقة ناجحة ومضمونة 100%. وبس هذا هو المقطع. إذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، إذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. وبس مع السلامة.